رجل غني عنده بستان وكان كل ما اجى له البستان له مستوى منزل في الدولة، كل ما اجى له البستان ابو عمشة هات القنينة هات الكاس هات، جاب له القنينة وجاب له الكاس قال له أبو عمشة عود اشرب معي كاس، قال له عفوا سيدي أنت الوزير الفلاني أنا أقعد معك؟ مين أنا؟ قال له عم أقول لك عود معي اشرب كاس، قال له والله ما بحسن ما بحسن. ليش؟ قال له يا سيدي أنا كلياتي بربع عقلي، فإذا بدي أشرب بدي أصفى لعقل، أنت ما شاء الله عقلك كامل، إذا راح نص عقلك بيتم نص عقل، أما أنا ما بيتم عقل منه. نظر الوزير هذا الدرويش أفهم ولا الوزير طلع أفهم؟ قال له هلا إذا واحد شرب بيروح عقله، قال له نعم يا سيدي بيروح عقله. قالوا أنا من اليوم تائب إلى الله. يا ابني شارب الخمر بيصحى بعد ساعة أو ساعتين، أما شارب سكر الدنيا سكر اللهو سكر اللعب ما بيصحى لحتى يموت، سكران باللهو سكران بيضيع الوقت، هذا سكران بشيش بيش وهذا سكران بالتلفزيون وهذا سكران بالسهر وهذا سكران بيضيع الوقت. فيا أخوان انتبهوا لأنفسكم، انتبهوا قبل أن تأتي الساعة التي لا ينفع فيها مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أحبابي لذلك لحلخص لكم الدرس، من طلب الكل فاته الكل، من طلب الكل فاته الكل من الدنيا والآخرة. شو معناتها؟ من طلب الكل بده الغنى وبده اللهو وبده اللعب وبده الحياة وبده زخارفها وزينتها وبده يسعى ورا الحياة وما فيها، من طلب الكل فاته الكل في الدنيا والآخرة. أراد الدنيا فأتاه الموت وليس له عمل. احذروا أن تكونوا ذلك الإنسان، طلب الدنيا بما فيها. احكوا لي بالله عليكم كلكم يلي هلا بالجامع، بالله عليك لما بتتسطح بالفرشة بدك تنام شو بتنيم معك؟ كل ليلة عند النوم لما بتتسطح بالفرشة شو بتحط معك؟ شو بتجمع معك؟ ما في شيء. ما هي الدكان تركته والمحل تركته وعيالك تركته والولاد تركته ونمت، هذا الموت الأصغر، بالموت الأصغر تركت كل شيء. فإذا أتاك الموت الأكبر لا ينفعك شيء. يمكن إذا نمت تشوف منام، أما إذا كالموت فمنامك بعد الموت ما قدمت من العمل.
إما أن تقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيأتيك النداء كلا إنها كلمة هو قائلها رجع ما في. الودة بعد ما بتنقطع ما بترجع، والحليب بعد ما بيطلع من بز البقرة ما بيرجع، وانت إذا طلعت من الدنيا ما في رجعة. فإما أن تتمنى الرجوع ولا رجوع، وإما أن تتمنى عند الموت التأخير، ربي أخرني إلى أجل قريب أجب دعوتك وأتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ أنت تفكر أنه عايش الحياة أنت ما لح تموت؟ فكر أنه بدك تعيش الحياة الأبدية؟ أنتوا الآن يا أخواني مستأجرين ولستم مالكين، بيتك إجرة وحياتك إجرة وعمرك إجرة وزمانك إجرة، مستأجر. بكرة بدك تترك الأجار تترك وتطلع. لوين بدك تطلع؟ في واحد عاقل بيشتري بيت قبل ما يطلع، بيطلع من الأجرة لبيت الملك. في واحد بيضيع الزمان بيطلع من بيت الملك مشرد بالصحراء. فكروا قبل أن يأتيكم ذلك الوقت. من طلب الكل فاته الكل في الدنيا والآخرة، ومن طلب المولى فله الكل في الدنيا والآخرة. أدرك الكل في الدنيا والآخرة.